ناجي الزعيري. وطبعا ما نجموش ما نحكيوش على البلاغ البارح اللي اصدر من المحكمة الابتدائية بتونس واللي يحكي على إحالة 19 شخصية على التحقيق. ناجي علاش؟ علاش؟ خلينا نذكروا الساعة شكون هم الأشخاص هذوما. هما اللي طبعا المحالين على المجلس الجناحي هم تبعا نبيل القروي، يوسف الشاهد، عبد الكريم الزبيدي، راشد الخريجي الغنوشي، ربيعة بن عمارة، سليم الرياحي، أحمد الصافي سعيد، وحماد جبالي، وحمل همامي، وسلمى اللومي، ومحمد صغير النوري، ومحمد المنصف المرزوقي، وناجي جلول، ومحمد الهاشم الحامدي، وليس الفخفاخ، مهدي جمعة، منجي الرحوي، ولطفي المراحي، وسعيد العايدي. هذوما اللي ترشحوا للانتخابات الرئاسية. في البلاغ اللي تقول فيه البارح المحكمة أنه تقرر إحالة الناس هذوما الكل أسماء على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس. من أجل ماذا؟ من أجل ارتكاب جرائم مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. به يعني المسألة تتعلق باللي يسمى السبونسورينج في شبكات التواصل الاجتماعي. على فيسبوك. الانتخابات الرئاسية. اي الانتخابات الرئاسية. لذلك الراجل الغنوشي يترشح الانتخابات الرئاسية التشريعية. هنا راهو ثم اسماء تم استدعائهم بصفتهم رؤساء احزاب. وربيعة بن عمار ما نعرفهاش انا والله. هذه لا بالحق ما سمعتش انه ثم استاذ ربيعة بن عمار ترشحت للرئاسيه. ترشحت للرئاسيه ذولي. ثم برشا اسماء، القائمه طويله برشا يا خليفه. على كل دونك هذا ما على خاطر احنا ما شاء الله كنقولوا فما انتخابات رئاسيه فما 47 علاش لا بالحق ما نعرفهاش. احنا شفنا شكون مع كل احترامات نهز قفتو قضاء شويه باكيز ومشي ترشح. صايبوا سوق الجمعه لا بالحق ايها. ومن بعد انا نفرزوا فما اسامي ما نعرفوهمش. تفضل نيجي. بي هذا مترشحوا على معنى طبعا تمت احالتهم سامحوني على معنى الفصول 57 69 154 155 من القانون الاساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء. لكن في اخر البلاغ ثم فقره تعذر تعذر استدعاء بعض الشخصيات الاخرى. يقول البلاغ تعذر إحالة غيرهم على المحكمة لأسباب تتعلق ببعض الإجراءات الخاصة بإثارة الدعوة العمومية المرتبطة أولا بصفة المخالف واستكمال بعض الأبحاث. هنا المحكمة تقصد الأشخاص اللي يتمتعوا بالحصانة الحصانة طبعا القانونية والدستورية والأشخاص اللي لا يمكن مقاضاتهم أو إحالتهم على القضاء بحكم صفتهم. صفتهم. مثلا شكون مثلا ما يتحالش مثلا رئيس الجمهورية. لا هذا متفق فيه وبقيت الشخصيات. تو احنا تقريبا 47 هكا ولا؟ يعني اللي ترشحوا للانتخابات الرئاسية. اللي متمتع بالحصانة يلزم ترفع عليه شخص الحصانة. وحيد متمتع بالحصانة الآن هو سيد رئيس الجمهورية. وعندك زاد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب اللي مازالت عنده لا ما عندوش حصانة. لا ما عندوش عنده الحصانة البرلمانية. طالما ما تمش حل البرلمان تبقى له الحصانة يا خليفة. لا مع احترامي هذا لا الحصانة البرلمانية بموجب القرار اللي تاخذه رئيس الجمهورية تنحات بدليل قاعدين يتحاكموا النواب الآن. النواب قاعدين يتحاكموا الآن اللي هما يتحاكموا بموجب ماذا؟ رفع هذه الحصانة. ما شفتش في الأسماء كذلك سيد عبير موسي. هل الأسماء دي ما تذكرتش لأنها مش موجودة في التقرير متاع المحاسبات أو للتعذر؟ فما محمد عبو مش موجود إذا اسمه. ولو أنه عبير موسي نذكر مرة قالت في البرلمان اللي هي جاوها فلوس ما تعرفش مين. الأسماء هذه يا جماعة سامحوني احنا رانا مش شفنا أسماء صدرت في تقرير محكمة المحاسبات وحكيوا في تقرير محكمة المحاسبات على أسماء انتفعوا بإشهار سياسي صحيح ولا؟ صحيح. أما والتقرير هذا كان فيه اسم رئيس الجمهورية وصلحوا لي كان أنا غلطة. راهو اسمعني راي فما عدة جرائم انتخابية. راهو هنا نحكيوا على جريمة بعينها. هي جريمة الدعاية والإشهار السياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللي نسميوه معناها اصطلاحا سبونسورينج، تمويل تمويل المنشورات.
اللي تهبط على وكلي باش سبونسوريزي مساندون موافقون مطبعون معناها سبونسورينغ. ونكمل على كلام ناجي بطريقه مباشره او غير مباشره. اي هذا قلت لك لي باج اللي هما قاعدين يساندوا ويمجدوا وغيره. الصفحات اللي تتنشر وتبدا مكتوب عليها سبونسوريزي هذاك راهو تمويل بالعمله الصعبه غالبا بالدولار. هاكو ليه محمود صلاح ولا بالورو ولا بالورو وغالبا بالدولار. لانه يمنع تمويل الحمله الانتخابيه من الخارج باموال غير مصرح بها او باموال قادمه من الخارج يعني اموال غير مشروعه. انا سؤالي يا توانيجي تقدموا للتحقيق الناس هذوما الناس قاعدة تسأل أي ومن بعد شنو ينجم يكون العقوبات؟ ما عقوبات خطايا مالية فقط خطايا مالية حسب قانونك خطايا مالية من 5 إلى 15 ألف دينار. شوف خلينا نقرا معناها القانون ايش يقول الفصل 57 تراجع دروس قبل ما تجي. يحجر الاشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفتره الانتخابيه وطبعا المخاولي كذا كذا كذا. وهنا يقول لك حسب الفصل 57 طبعا ينص على تسليط خطيه تتراوح بين 5 أو 10 آلاف دينار كل من يتعمد خرق التحجير المسلط خرق التحجير المسلط على الإشهار السياسي خلال الحملة الانتخابية أو كل من دفع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي. هذا جريمتين في جريمة يعني جريمة مقسمة إلى صنفين. الصنف الثاني هذا الخطيئة المالية تتراوح بين 23 ألف دينار. باش نذكر هنا اللي راهو محكمة المحاسبات راهي هيئة قضائية وأنا الكلام هذا ديما نقول فيه ونعاود ولادي راي التركيبة نتاع محكمة المحاسبات راي تركيبة قضائية على خاطر تمارس الرقابة على تمويل الحملة الانتخابية. راهو التمويل مش الفلوس اللي تتصرف على الاجتماعات واللقاءات وكذا حتى الفلوس اللي تتصرف على لي بوبليكاسيون في فيسبوك. صحيح فما نقطتين هما وعندك دقيقه. احنا قلنا بانه الشخصيات الاخرى فما اجراءات معينه خاطر نعرفوا اللي مثلا هنا قاعده نقول هكا اوبيف جودي اوبيف محمد عبو عبير موسي زوز محامين راه المحامين باش يتم استدعائهم للتحقيق فما اجراءات خاصه راهو بهم لانهم يتمتعوا بالحسنه ممكن فهمت خاطر راهو المحامين ما تنجم تعيط محامي للتحقيق الا مع عمادة المحامين راه تتاشر على وتخليه يمشي المحامين يتمتعوا يتمتعوا بالحسانه على معنى الفصل يعني صفه المحامي كذلك راهي تمشي على الفصل الاخر هذاك في البلاغ اللي كنا نقراو فيه. المحامين ما يعملوهاش على الصحفيين المحامين ما عندهمش حسانه الصحفيين او جايهم صحفيين المحامين عندهم حسانه بمقتضى الفصل 46 القانون الاساسي للمنظمه المحاميه يعني صفه المحامي كذلك مجلس الهيئه مجلس الهيئه يجتمع ويقرر رفع الحسانة للمحامي باش تم مقاضاته. ما هو الكبير مش فاهم هاني قاعدة نفسر. لا أنا قلت لك حبينا نعرفوا بقية شخصيات ما عندهمش أو هما موجودين فما حاجة أخرى وفي الوقت اللجنة القانونية مثلا لتحية تونس أنت قلت كان سبونسورينغ وغيره. حركة تحية تونس هبطت بلاغ توضيحي تقول بأنه راهو إحالة رئيس الحزب الأنظار الدائرة الجناحية بشبهة الإشهار السياسي جاء بناء على تقرير دائرة المحاسبات الخاص بالانتخابات الرئاسية. وقالت اللجنة القانونية لحركة تحية تونس أنه شبهة الإشهار السياسي اللي ذكرها تقرير المحاسبات تتمثل في بث قناة تلفزية لفعاليات اجتماع سوسة بتاريخ 8 سبتمبر 2019 دون إذن الممثلين الرسميين للحملة. وهذا قالت ما اعتبروا تقرير المحاسبات إشهار سياسي. هنا رام يحكيوا على خرق الصمت الانتخابي مش يحكيوا على سبونسورينغ. راهو ثم حاجتين جاوا في البلاغ معناها يعني تحالوا من اجل حاجتين اللي هما الدعايه السياسيه المخالفه ل معناها الشروط المنصوص عليها في فصل 57 والتمويل لي بوبليك تمويل المنشورات على فيسبوك. دونك حاجتين يتعلقوا هما بجريمه واحده لكن فما صنفين والزوز حتى الخطايا نتاعهم تختلف واحده من 5 إلى 10 واحده من 3 إلى 20. كيفاش محكمه المحاسبات عملت الشيء هذا؟ صدقوني يا جماعه جيت نشوف نلقاه يعني التبربيش نتاع محكمه المحاسبات على هذوما السبونسورينغ في الفيسبوك تم بطريقه يدويه
وطريقه كلاسيكيه. في فرنسا يا سماح خنذكر لو برومي جانفي يعملوا ريشيرش في الفيسبوك يذول اللي ياب سبونسورز يقيدوا الصفحات كذا واحد ممكن نعمل انا صفحه من غير علم كان هو راهو عمل يدوي وعمل مضني وخذا برشا وقت يا خليفه. كان عمل لك دعايه انا شوف فرنسا لقات الحل في هذا. ايوه فرنسا اش عملت؟ جات بدايه من 1 جان في 2022 جات للسي اس اي اللي هو المجلس الاعلى للاوديو للاتصال السمعي البصري والادوبي اللي هي الهيئة العليا لمراقبة وتعديل نشر المحتويات وحماية الحقوق على شبكة الانترنت والتواصل الاجتماعي، عملت لهم فيزيون سماء هيكل جديد اسمه أركوم. الهيئة ذي ولا اسمها أركوم، الهيئة التعديلية للاتصال السمعي البصري والرقمي أيضا، يعني ولا تفهم رقابة على فيسبوك رقمي في هذا اللي معناش الهيكل هذا غيابه يخلي محكمة المحاسبات يخليها تخدم الغالب بطريقه واضحه كلاسيكيه واضح. شكرا نيش تاخذ برشا وقت. شكرا حكيم، كانت هذه بلا روتوش.